بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا اخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة اور فريم. اليوم يا شباب راح نتكلم عن مهمات النايت ويف لهذا الاسبوع، وخلونا نبدأ. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين هذه هي المهمات. المهمة الأولى هنا يقول لك شيل من الأرض 8 مودات، طبعا ما يقيدك بأي مودات، العب باللعب العادي وبالطريقة العادية. مجرد ما تشيل 8 مودات من الأرض راح تخلص هذه المهمة. المهمة اللي بعدها هنا يقول لك صيد 6 أسماك نادرة من العالم المفتوح الموجود في مدينة سيتوس، يعني في كوكب الأرض، تمام؟ هذه من الأشياء الحلوة، يعني حاول إنك تأخذ معك طعم لنوع من الأسماك النادرة وراح تخلصها بشكل سريع لأنها أسهل من مهمات الأسماك الخاصة بفورتونا، تمام؟ اللي بعده هنا يقول لك نفذ 3 مهمات للزلاجات، وسويت لها شرح عندي في القناة، وبإذن الله نهاية هذا الفيديو راح أحط الفيديو المقترح فيديو خاص بالزلاجات عشان تكون الطريقة واضحة للجميع. نشوف اللي بعده. اللي بعده هنا يقول لك نفذ 3 مهمات موبايل ديفنس، طبعا ما قيدك فيها نهائيا، تقدر تلعب ريليكات، تلعبها في المهمات، تلعبها في الكواكب بطريقتك الخاصة، اهم شيء انها تكون 3 مهمات موبايل ديفنس. هذا المهمة يقول لك نفذ 10 مهمات من مهمات القبائل، والقبائل المعروفة اللي هي قبائل السندكتس، نفذ عندهم 10 مهمات خلال هذا الاسبوع، يعني مو شرط تكون كلها اليوم، خلال هذا الاسبوع تنفذ 10 مهمات تخلص هذه المهمة. المهمة اللي بعدها هنا يقول لك افتح 4 بوابات من بوابات الديريليكت، واحنا تكلمنا عنها يا اخوان اللي هي البوابات الخاصة بمنطقة الديريليكت المدمرة، وشرحناها في الشرح اللي هو اسهل طرق المحترفين في الحصول على البلاتينيوم. لازم يكون عندك مفاتيح الدراغون كي وادخل مع هوست ونفذها بشكل سريع، راح تلاحظ انك خلصت هذه المهمة بكل سهولة. المهمة اللي بعدها هنا يقول لك نفذ 3 مهمات من مهمات الاندكس، ولازم يكون الانمي نفسه او الاليين نفسهم اللي راح تقاتلهم لازم ما يسجلوا اي نقطة نهائيا، يعني حاول تفوز 3 مرات سواء متواصلة في جيم واحد او انها تكون على اقيام متفرقة، اهم شيء انهم ما يسجلوا اي نقطة نهائيا. ويفضل يكون المدافع مثلا شخصية كورة او شخصية مثلا ليمبو، راح يفيدوكم بشكل كبير جدا في تنفيذ هذه المهمة. المهمة اللي بعدها هنا يقول لك نفذ نص ساعة 30 دقيقة يعني مهمة كوفا سيرفايفل، وهذه فرصة للناس اللي تبغى تفرم على الكوفا، وهذه تعتبر من المهمات السهلة، ونزلت لها شرح عندي في القناة وراح احطه في الفيديوهات المقترحة كذلك، يعني بيكون عندي الفيديوهين المقترحة لهذا اليوم اللي هو الخاص بالزلاجات والخاص بالكوفا عشان تقدروا تنفذ هذه المهمة بكل سهولة. هذه المهمة يقول لك اقتل 150 انمي بدمج النار، وهذه تقدر تنفذها بشخصية امبر او انك تنفذ تركب مودات النار في اسلحتك وتقاتل فيها بالطريقة العادية. وهنا نفس الكلام يكون الدمج بالكهرباء، تقدر تستخدم شخصية بولت او انك تركب مودات الكهرباء في اسلحتك وتقاتل فيها بالطريقة العادية. فالمهمات سهلة جدا خلال هذا الاسبوع. خلينا نشوف الان السوق. الاشياء اللي بذكركم فيها يا شباب كالعادة اللي هي نتيان اكستراكت والاوريكن كاتاليست والاوريكن رياكتور، هذه من الاشياء اللي دائما اذكركم فيها كل اسبوع، حاولوا انكم تستخدموها وقت الحاجة، تمام؟ الشيء الثاني جاب عندنا 4 مودات من مودات الاورا، طبعا المودين اللي في اليمين هذه ما تهمك لانها خاصة بالايمو اللي تشيله من الارض، يزود لك كمية الايمو اللي تشيله من الارض. المود اللي في اليسار هذا انا اشوف انه هو افضل مود خلال هذا الاسبوع، وظيفته يزود لك كمية الدم بقيمة 90%، فهو يعتبر مود داعم للشخصية بحيث انها ما تموت بشكل سريع. وثاني شيء يعتبر مود داعم للمود اللي اسمه فيتاليتي اللي يزود لك كمية الدم، فهذا يعتبر من المودات الممتازة اذا كان تشوف شخصيتك تموت بشكل سريع، فممكن هذا المود راح يفيدك بشكل ممتاز، تمام؟ هذا المود او هذا الاورا، مود الاورا هذا ممكن يفيدك في اللوت الخاص بالصناديق، لكن انا ما اشوف انه كثير الاستخدام، فاذا كان يسبب لك جهد اضافي لا تستخدمه. وزي ما قلنا المودين اللي في اليمين هذه ما لها اي لازمه وقليله الاستخدام وتعتبر من المودات الميته في اللعبه، فركز على المودين اللي في اليسار والاهم اللي هو مود الدم. تقريبا يا شباب هذه هي اهم الاشياء الموجوده في مهمات النايت ويف لهذا الاسبوع، وراح اطرح لكم كالعاده زي ما قلت في نهايه هذا الفيديو الفيديوهين الخاصه بالزلاجات والخاصه بالكوفا، راح تلقوها في الفيديوهات المقترحه. هذا اللي عندي، وسلامتكم، مع السلامه.